قرار عاجل من الحكومة وغرامة 100,000 جنيه لكل من سيخالف هذا الأمر على هؤلاء أن يحترسوا بشدة، وطلب عاجل من الحكومة المصرية للمصريين الموجودين في أوكرانيا الآن. ننشر التفاصيل، وفي مفاجأة كبرى وبالتفاصيل، أوروبا قد تلجأ لمصر بسبب الأزمة مع روسيا. وبيان عاجل من الرئيس السيسي لجميع الدول الإفريقية. ننشر التفاصيل، وموعد أول أيام شهر رمضان 22 وعيد الفطر وعدد ساعات الصيام. ننشر التفاصيل، وعاجل حقيقة تأجيل الترم الثاني في مصر برضو بننشر بالتفاصيل. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار، واضغط على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار أولا بأول. عاوزين نوصل ل 2000 أعجبني أو لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر وانتو قدها. بيان عاجل من الرئيس السيسي لجميع الدول الإفريقية. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن دول القارة الإفريقية تعاني دوما من التأخر لعدة أسباب. أولا التواجد الاستعماري الذي تواجد فيها. وأوضح الرئيس السيسي أنه في وسط التقدم الإنساني الذي تشهده الدول الأخرى كان هناك تأخر من الدول الإفريقية. وأوضح التمن ده مش ممكن هنفضل ندفعه كدول إفريقية، فكان هناك تواجد استعماري سنوات طويلة مما نتج عنه تقدم أقل وانتشار لحجم الفقر والجهل والتخلف، بالإضافة إلى أننا أكثر قارات العالم محدودي الدخل. الرئيس السيسي أضاف خلال كلمته في أثناء مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجيبتس 2022 أن نصف سكان القارة لا يمتلكون الطاقة. أشار إلى أن هناك 400 مليون دولار تم صرفها خلال السبع سنوات الماضية على مشروعات البنية التحتية والإصلاح الاقتصادي، متسائلا هل نحن دول تستطيع التعامل مع مجال الطاقة الجديدة والمتجددة؟ وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤتمر ومعرض مصر الدوري للبترول إيجيبتس 2022 في دورته الخامسة، والتي تقام خلال الفترة من 14 ل 16 فبراير تحت شعار شمال إفريقيا والبحر المتوسط ضمان إمدادات الطاقة. يذكر أن معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول إيجيبتس 22 يجمع أطراف منظومة البترول والغاز لاقتناس فرص الاستثمار والتعاون عبر كافة الأطراف المعنية في قطاع البترول والغاز والطاقة. المصدر معانا كان من القاهرة 24. أترك لحضركم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. طلب عاجل من الحكومة المصرية للمصريين الموجودين في أوكرانيا الآن. وأنشأ البيت المصري في أوكرانيا قائمة تجمع بيانات للجالية المصرية هناك، وذلك للبدء في الحصر والإحصاء لجميع المصريين المتواجدين على الحدود الشرقية بأوكرانيا بشكل خاص. وأوضح البيت المصري بأوكرانيا أن قائمة تجميع البيانات للمصريين بأوكرانيا تتضمن عددا من المعلومات لنجاح التسجيل في قاعدة البيانات، وذلك لسهولة حصر الأعداد والمدن التي بها الجالية المصرية بأوكرانيا. بيهدف جمع المعلومات التواصل المستمر وتقديم الدعم الممكن والإجابة على التساؤلات والاستفسارات وتنظيم الإجلاء في حال حدوث تصاعد الاضطرابات في أوكرانيا. وطمأن البيت المصري بأوكرانيا أهالي الجالية المصرية في أوكرانيا باستقرار الأوضاع الداخلية في المدن الأوكرانية، مشددا على الجميع بعدم الانسياق وراء أي أخبار دون صادرة من الجهات المعنية المصرية، مؤكدين أن هناك تواصل مباشر ومستمر مع السفارة المصرية في كييف ووزارة الخارجية المصرية ووزارة الهجرة المصرية، وذلك في انتظار أي تعليمات من الجهة المعنية. وناشد البيت المصري بأوكرانيا جميع المواطنين المصريين الذين لم يسجلوا في قاعدة البيانات التي أعدها البيت المصري بالاتفاق مع السفارة المصرية منذ شهر باستيفاء بياناتهم لسهولة التواصل معهم بشكل مباشر في حالة حدوث تصعيد للأحداث الروسية الأوكرانية. المصدر معنا كان من القاهرة 24. أترك لحضركم التعليق
على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وقرار عاجل من الحكومة وغرامة 100,000 جنيه لكل من سيخالف هذا الأمر، على هؤلاء أن يحترسوا بشدة. مشروع قانون العمل من أهم مشروعات القوانين التي يتم مناقشتها داخل مجلس الشيوخ خلال الفترة الحالية، والذي ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل. ووافق مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع قانون العمل، حيث انتهى مجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل المجلس من إقرار مواد العقوبات الواردة بمشروع قانون العمل. وتنص المادة 262 من مشروع قانون العمل على: يعاقب بغرامة لا تقل عن 20,000 جنيه ولا تزيد على 100,000 جنيه كل أجنبي هرب من العمل لدى صاحب العمل، وعلى المحكمة أن تقضي بترحيله خارج البلاد مع مراعاة ما نصت عليه المادة رقم 68 من هذا القانون. تنص المادة 263 على أن يعاقب كل من يخالف حكم المادة 171 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 1,000 جنيه ولا تزيد على 10,000 جنيه، وتضاعف الغرامة في حالة العودة. وتنص المادة 264 على يعاقب كل من يخالف أحكام المواد أرقام 209، 210، 211، 213 فقرة 1 و 214 فقرة 3 من هذا القانون وقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 4000 جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقع بشأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العودة. وتنص المادة 265 على يعاقب كل من يخالف أي من أحكام الكتاب الرابع بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وقرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تتجاوز 20,000 جنيه، وتضاعف الغرامة في حالة العودة. المصدر معانا كان من صحيفة صدى البلد، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وفي مفاجأة كبرى بالتفاصيل، أوروبا قد تلجأ لمصر بسبب الأزمة مع روسيا. قال رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات في مصر تامر أبو بكر إن أوروبا ستكون جادة لإيجاد بدائل للغاز الروسي، وقد تكون مصر هي البديل القريب والسريع. وأوضح رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع على CBC أن مصر تطل على البحر المتوسط والأحمر، وتستطيع إنشاء خط غاز ينقل الغاز المسال القادم من شرق البحر الأحمر حتى يصل إلى مصر ويتم توزيعه على عدة دول. وأكد أن معظم خطوط الغاز تم إيقافها حول العالم بسبب الخلافات الاقتصادية بسبب الدول في ظل هذه الأزمة، كما أن مصر بها ميزة وهي وجود عنصر بشري كثيف مضرب في قطاع البترول. أضاف أن التحول لاستخدام الغاز الطبيعي خفف من استخدام الأنابيب، وهذا يتيح التصدير بأسعار أقل، مبينا أن ترسيم الحدود مع السعودية جعل هناك مناطق لطرح الاستكشافات في منطقة البحر الأحمر، لافتا إلى أن الاكتشافات البحرية ستكون غنية لأنها تشبه حقل ظهر الذي تم استكشافه مؤخرا. المصدر معنا كان من الوطن، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وموعد أول أيام شهر رمضان 22 وعيد الفطر وعدد ساعات الصيام. وكشفت الحسابات الفلكية أن شهر رمضان المعظم لعام 43 هجريا و22 ميلاديا سيكون يوم السبت 2 إبريل عام 22، ووفقا لإمساكية شهر رمضان المعظم لعام 1443 هجريا الموافق 22 ميلاديا لمدينة القاهرة والتي أعدتها الهيئة المصرية العامة للمساحة، سيكون شهر رمضان 22 30 يوم فقط، ويكون السبت 2 إبريل الموافق 1 رمضان مدة ساعات الصوم 14 ساعة و19 دقيقة، صلاة المغرب 6 و14 دقيقة، صلاة العشاء 7 و33 دقيقة، والسحور الساعة 1 55 دقيقة، والإمساك عند 3 و55 دقيقة، والفجر عند 4 و15 دقيقة، والشروق عند 5 و43 دقيقة، والظهر 11 و58 دقيقة، والعصر 3 ونص. ويكون يوم الأحد 1 5 22
هو المتمم لشهر رمضان 1443 هجرية، وتكون بداية شهر شوال 1443 هجريا فلكيا يوم الاثنين 2/5/22 عيد الفطر المبارك، وصلاته بالقاهرة الساعة 5:37 دقيقة صباحا. ربنا يرزقنا خير هذا الشهر، وكل عام وأنتم بألف خير. ننتقل مع بعض الخبر آخر معانا، وننشر حقيقة تأجيل الترم الثاني في مصر بالتفاصيل، والجميع يتساءل عن حقيقة تأجيل الدراسة في الترم الثاني خاصة بعد الظروف الحالية. فقد أكد الوزير طارق شوقي أن الوزارة قد بدأت بالاستعداد لبدء الفصل الدراسي الثاني. وكشف وزير التربية والتعليم أن حقيقة تأجيل الدراسة في الترم الثاني إلى يوم 29 فبراير المقبل بسبب ما يحدث للأشخاص بسبب الوباء، أجاب قائلا أن خبر التأجيل غير حقيقي، وأن الدراسة سيتم عقدها في نفس موعدها وهو 19 فبراير المقبل، وستقوم الوزارة بتنفيذ وسائل احترازية مشددة في المدارس للحفاظ على سلامة طلاب والطالبات والمعلمين. وأكد مرة أخرى أنه لا يوجد أي نية في تأجيل الترم الثاني أو إغلاق المدارس، كما أنه ينصح أولياء الأمور بالابتعاد عن المصادر التي تذيع الشائعات. وبدأت الإجازة الرسمية، وهي أجازة منتصف العام، من يوم السبت الموافق 5 فبراير، حيث كان آخر يوم في الفصل الدراسي الأول هو يوم 3 فبراير. بعدها بدأت أجازة منتصف العام وستستمر حتى يوم 19 فبراير، والذي سيوافق يوم السبت. وأشارت وزارة التربية والتعليم أن مدة الترم الثاني هي 97 يوم، أي 3 شهور، وسيقوم طلاب النقل بالابتدائية والإعدادية والصفين الأول والثاني والثانوي بدراسة حوالي 75 يوم فقط. وتتضمن هذه الأيام الإجازات الرسمية، وذلك لأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني ستبدأ يوم 7 مايو. المصدر معانا كان من صحيفة البيان نيوز، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ورسالة عاوز يعني أوصلها لحضراتكم، وده طلب ورجاء شخصي من حضراتكم، إن مش أي حد يقول لكم أي حاجة تصدقوها، بلاش نمشي ورا شائعات، مش أي حد يكتب أي حاجة يعني نصدقها، أي حد يكتب أي حاجة على الفيسبوك، أي بوست يعمل شير لأي حاجة نصدقها. يعني معظم الحاجات اللي بيتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي بتبقى يعني غير واضحة وبتبقى غير حقيقية. فالرجاء يعني أخذ المعلومات من المصادر الرسمية. وهفضل أقول على فكرة يعني كل تقريبا كل 3-4 فيديوهات يعني بنصح هذه النصيحة، لأن مش أي مكان تاخدوا منه الأخبار اللي حضراتكم بتستمعوا ليها. خدوا أخباركم ومعلوماتكم من مصادر موثوقة ويعني ناس بتثقوا فيهم. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، ولا يوجد تأجيل للدراسة في الترم الثاني 2022. وجينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم ما تقلتش عليكم إن شاء الله. كان معكم إسلام الأمير من قناتكم وصفحتكم مصر ميديا اي اي بي على الفيسبوك وعلى يوتيوب بنفس الاسم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.